everybody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. بسم الله تبارك الله. مدخمة أوه كاميرا. أهلا صورني خوي صورني. جالي فيش أكبر يوتيوبر في الدنيا كل صح. ربي عينك. ولا لا استنى ضيعت مفتاحي بس طاح لهني. استنى ترى وين مش هاي ترى وين. استنى لنا باز لنا لا بكشي لنا بك في ترم في درش كون عند البريود. اسمع كان ناوي تعمل اللوكال وسيم في اليوم تاع شالك صح عند الريك ترى كاو يفاد كوي طيح حتى كذا الاخر طيح الكاميرا. ريت مسكين كان عامل تلوم شينيك هاليوم تصدم. حسيت انه نرجع الجو جالي فاي الشهرة معناه كما تشوف تابي روج يستنى فيه يتفضل عندك الخير يعيش ودي ايوه. شكون هذا هو يعطي الفول اللي ما عندوش دروس ان شاء الله اللي طشك يبلنا ان شاء الله اللي بني ميساش كي استمتع اخر ليلة بي خاطر انا كيرين زبي باش نقتلك لهني انا مهم زبي اني نقتلك. كل قرش كي بدي تبع في فارسة متاعو فبني هاوكا هو اللي بالاحمر لازم نلقاو طريقة طويقة باش نتسلو ونقتلو نتبعو ونشوفو نحاول نفهم بروغرام ونفهم حياته فهمتني شو؟ تحكي على هذا؟ I can't believe he's actually here, you know, like in the same. تحكي على رأس عصبة هذا؟ Helmut Kruger's been my role model since. رول ما يزب. So if he kisses your hand, would you ever wash it again? من حياتي كسر بنيك بس. Human. يا رسول الله. حسيلو. ندخل معه. والله معه راني والله. يا ودي ولد عمته راني يا فتحي. يا فتحي كلمه والله معاه راني لحظة بركز عندي لحظة ندخل نكلم وراه مع يا فتحي عندي زب باه يا فتحي ريت كاو ما مشتش بالرجلة ما يحبوش هادي ما يحبوش الراجل يحبو كان سفيه ما مشتش بالرجلة نمشي وايا يدوروها صاحبي تسلل طويكا. الهدف طويل كأن ناخذ الكوستيوم تاع السيدة راي ناخذ دبه فهمني مش هكاكا ننسجمه فهمني لازم تتعلم الطبيعة كي تتفرج في الحرباء معناها كيفاش الحرباء تتسلل على أعدائه. هذايا درس غالي برشا في الطبيعة راي خبيوه ساعة الهيش هذايا تنكمل نعطيكم دروس أكثر فهمتني الحرباء. دونك فوالا هذه الدار نتاعي جديده الساله كما تشوفوا بيان اسباسي الكولوار معبي بالارت دو 20 سيكل فهمتني وبشوي اي سيلفي خلنا ندخل خلنا ندوش بشوي جاني فيش راه انفلونسور كبير في تونس وفي داري الزب خراويت. افتح يا سمسم افتح ما عادش بكري لازم نلقاو حكايه ما نعرفش كان يمشيش يروح سيد ولا يفد لازم نلقاو كيفاش نتسلوا راه هليكوبتر باهي برشا معناها فما عبد كرزة لهني اها شكون اللي قاعد يعمل في الفوتوشوت هذا يا اخي هذاك راس الكرزة اها هو شكل فيه ويبوزي وزيد سن بنقول شوية لهني اسمع حسب ما فهمت انا خاطر المرأة هذيك اللي في الإدارة متاعنا فهمتني قالت لي انا نشبه له السيد ذاك دونك ظهري النجم تحل شخصيته هو فهمني وهذه يا خطه اسمعوا كيف يا شباب تسرسبوا وراه وقت اللي ما فما حتى حد يغزر له نقتلوه هذه الخطه فما حتى حد امريك اي بابا ايش
بعدا كلبشو طويك لازم نخبيوه في بلاصة. ايش 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 شباب ايش وين يا ربي وين اوه نحطوه في الكوان هنا هني باك تحسوا بقرة ترعى على رأ... اه نجمو طيشوه هاي بابا ايش نرمى مو متموتش تصورك بدنه تستحمل يا رسول الله اوه عند الاس الاستين عند اوه القاوة اوه هيلموت كروجر يعني هو هيلموت من الزبي هو صحيت صاين طلت عليهم الحيلة شباب انت طلت عليهم الحيلة ايو الشيخ خلنا نعمل تليفون خلنا نعمل تليفون نعمل تليفوناتي وي مدام هيلموت remind me again where were we supposed to be second floor Voltaire's نجيك يا حبيبي نجيك يا حبيبي انا حقيق انا حقيق هاي انا جاي شوي خلنا نعمل ساعة للميك اب متاعي سالني دانا فيكتور نوفيكوف متاعك ايش يا علي ايش ركح لي المكياج بالنفيس عمل لي ضربات اكحل فوندتا واسمعني البار تحصرها على جنب وما تنقصش برشا من فوق ما تنقصش برشا من فوق مش كل مره نقول لك ما تنقصش برشا تنحي لي كيلومتر من شعرك وكا واللحيه عمل لي لحيه زي اها شو كينقص لي شعر شو كيخرج زبي اصلا والله يا علي ورحمه بابا وكان ما جيتش تقرب لي وكان ما جيتش متخلف شويه ونقص شويه في مخك اقسم بالله راني ما كان نهار دفنت سقمك حي صحيت وديما good work ديما لازم نحشي في علي خرا وقتاش يموت يا ربي وقتاش يموت باهي بعد ما الميك اب نتاعنا فهمني طويك باش نمشي ونستعرض رواحنا على الركح على غالب هذيك حياه المشاهير فهمتني يمكن انتم من برا تحسدوني على حياتي معناها كان سام دي بعدنيكم تحسدوني على خاطرني انسان مشهور فهمتني اما في الحقيقه رانا عندي يا ولدي وين الركح اما هي حياه مكرزه معناها وراء الكواليس كما يقولوها راهي حياه انسان مشهور صعيبه فهمتني ماشي ساهل اي بدي خلنا نعمل الشو متاعنا ما شدش صف براي ايه شكل مشي كي تمشي لازم ديما كتف اليسار يتيح الدوبل نتاع الكتف اليمين ثبت في كتف اليسار استنى خلصي تبعد لكم بس خالي مجاين عليك انت باهي ايه ركز في كتف اليسار شكل مشي تيح 1 2 3 4 1 2 3 4 تيمبو في المشي زاد 1 2 1 2 1 2 فهمني باهي هذاك بالنسبه نعاود ما فهمتوش نعاودها لكم مره اخرى 1 2 3 4 1 2 1 2 شو الكتف كيفاش يطيح شوف الكتف اللي صار ركز فيه يطيح ويغرف ويعاود يطلع لقدام فهمت الفازه يطيح يغرف ويعاود يطلع من قدام يعني بعد لكم فهمني ترخ تركز على اليسار وتكبس لوبليك متاع اليمين وترخ في الدلتويد التالانية فهمني والجلوتس 1 2 3 4 1 2 3 4 ريت هذا كل قاعد يصير في مخي انا انتوما تقول واه لا ما زهرت له هكا ولا ما يعرفش ما هو قحبرة الشو معناها الانترتينمنت مستر كروجر يكثر طحينك سمعتني يكثر طحينك طولت كلها الطحن سبحان بكري لابس كل ماريو الاحمر اللي تعدى يبزق على الزر ان شاء الله نوصلوا اليوم عندي ثلاث سوايع هاي هذه المراه اللي اوه القرش شم الريحه شم الدم القرش هاي سيدي سكرناك الباب خلينا نختليه ببعضنا سكر الباب الاخر شوف حطت لي سم على الطاولة زعما شنو نعمل بيه اوكي خلنا يشبي اخ جناي كلثوم مخرج I'm in. What's the job? Straight to the point. I like it.
As it happens, I have the perfect assignment for you. Perfect assignment. So Jessica would notice. أما باهي البيت شوف الفينيسيون الفوق في الجبس كيفاش معمول فهمتني والكولور هذه الدوري اللي عاطي على لون السنابل سي فريمون كلك شوز وشوف التصويره تاخذ يجيوك احاسيس نتاع نتاع ثقه نتاع استبناء نتاع احتقان شنو واش تحكي لي صعب ليلى سرحت في فهمت حتى عاصفه يا ودي ما لازم نقتلها تيتا نقتلها وكها فهمت عاد والثريا الثريا مديزيتيام سيكل هذيك فهمتني من عند فرانكوا لو ستيام فهمتني هذيك تنجم تقمرها بالنوع نتاع الكريستال فهمتني و سي بون ابار سا الزربيه هذيا هاي كملت هاي الحمد لله We've got trouble. اي برا شوف امورك خلنا هاك السم هذاك اللي انت حطيته لي على الطاوله خلنا نشوف زعما وين باش تحطه ما تصورش في ترمتها باهي تحسوا لازم يتحل في مثلا في كاس نتاع شامبان معناها اقتل زبي ريت جابتني فهمني وحطت لي السم على الطاوله اللي هي في السونتر دو جرافيتي بيني وبينها ومحضرت لي كاس معناتها اقتل زبي طيب هيك عندي سؤال انا هل انه هي طب باش تمنع من العقاب نتاع ربي نهار اخر ولا على خاطر ماك تعرف الانتحار حرام اما وقت اللي تعمل انسبشن وتزرع الفكره في مخ عبد اخر باش هو يقتلك هل انه تتسمى انتحار ولا ما تسمىش انتحار هذا هو السؤال الاجوبه نتاعكم في الكومنتيريت بالله اشرب اشرب صحه باش في زبونو دوي المرأة بالذات ما بلعتش مات يا سيدي البركة فيكم يا ودا ماشي بون نعرف معناها ماهوش كل اللي قبر بتاع فرعون ولا حاجة مزيانة مو كومين معناها غيرك يتدفن في قبر اني كبرش احمد ربي انت طو مزال مسيو طو لازم نقتل المسيو طويك ومحليه البان والله شاهي نعمل غطس طويك يحرز مزروب وشنو الاجتماع السري هذايا مزيد كرز معناها لهني طوريني كنجوه النايرة اش بيهم فيهم حد سمين في بيدي بتكون كرز لازم تكون سمين دونك شباب الايتم الموالي معناه في المزاد نتاعنا اليوم باش يكون زبي انا على خاطر نكت الدنيا الكل نكت العباد الكل ما عادش نسحق له طويكا المزاد باش يبدا ب 200 مليار يورو ناس ما عادش 250 من عند السيد اللي لابس بابيون 350 للخليجي من غادي حب يعرف عامل ايه دونك بحكم اللي انا انسان يؤمن برشا بالتناسق فهمتني في الكون قلت انا هي احسن طريقه نقتل بها المسيو مادام المدام تاعو ماتت معناها بالسم فهمتني انا زاد باش نقتل المسيو بنفس الطريقه باش هكا نضمن وانهم الزوز يمشيو مع بعضهم لنفس البلاصه في الاخره فهمتني دونك كيفاش معناها بوغا 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 بيضه وابلا وتخذ فهمتني هذا الكوكتيل المفضل يشربه اصحابنا كما تشوفوا معنا شوف اللون معناه كيفاش يخرج كما الأورانيوم فهمتني بعدك تزيدوا ضربة استنى تزيدوا ضربة أذية معناها الجرنادين فهمتني جرنادين تحط فيه شوية جرنادين وسي بون وهكا جاهزين هكا نستناو معنا المسيو يجي يشرب على روحه فهمتني ونخرج على روحنا عطا شوية أخرى ويجي هو شوية أخرى كاو نورمال مو طاوية مراد برا عيط له قول له وخر دبوزة راهي هذي او جاي ظهري اوس هاو جاي اوس ابشر يي بابا Oh shit. Oh, oh, so.
بس يموت. شبي ما ماتش يحكي المرات. ذي السم اللي ما يقتلش، هذا السم اللي يخليه يمشي يرد ولا اوه. كيفاش نقتلو معناتها وين؟ الزب الخطة متاعي كل كانت مبنية على اساس انه يموت. برا تبعوه شوفوا شنو باش يعملوا. حاسب شو يدخل التواليت يعني. استنى ترى. اوكي برا برا ندخل، ماذا قبل ما يجي كارت كور. ادخلوا ادخلوا. جيت كارت كور متاعو، خلنا نستبلح عليه شوية ترى ندس فيها بهي. اوكي رد يا اخي لازم نقتلوه. يا ربي كيفاش لازم نلقى طريقة سرية، طريقة متاع هيتمان بروفيسيونيل، عرفت؟ طريقة متاع حد ما يحل بالزبد، فهمتني؟ هاي بابا هاي موت نيك موت نيك. Both targets are down. نرمى ما حد محل بينا. Body found. مانيش انا يا مرا على فكرة، مش انا اللي قتلت. باهي كيفاش نخرج توا؟ لازم نخرج توا. نخرج من غادي. بليدة فازة، نخرج بالهليكوبتر زادة. تجي بنينة ياسر. اي اي بابا الحرية. لا 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 ما نجموش نخرج بالهليكوبتر، لازم نحل اخر دار. الهليكوبتر محلبة برشا غالية، معناها الهليكوبتر الزب تجيب برشا بوات. شوفوا حاجة تجيب شبوات اقل ترى. فما حاجة اللوت هلا ترى. باليخت وعلى الزبي زاد هني ليه. ما يحبوش الزوالي، ريت ما يحبوش الزوالي. كان جيت لابس كوستيوم راه حد محكي مع الزب، راه واحد من اللي شكوا فيا هذاكم يهبط فهمني يقعد مشيش لي طوال الرحله نتاعي. برا نخرجك الفقراء من الباب وكا هواي. الحريه كملنا شباب، خدمنا مليح على رواحنا، ربي وفقنا وسهل لنا، ونشكر الجمهور وامي وبابا اللي كانوا اللاعب رقم 2 فهمني. وتحيه كبيره للجمهوري، تحيه كبيره. وهكا تمكن جالي فايش من انه يقضي على العاهر وزوجة العاهرة ويبيع القضيب متاعه بمبلغ قدره 790 مليار يورو، باش يتبرع بالنصف المبلغ هذا لبناء مسجد الرحمة. وهكا نكون وصلنا مع بعضنا لنهاية الفيديو هذي الشباب، ان شاء الله تكون عجبتكم فهمت بعد غياب طويل يعني. كان اي تنساوش تخلونا كاللايك، وكانكم جدد ضربة سبسكرايب فهمني، ونزل على كنا قوز المزامة بتوصلكم جميع اخبار فيديوهات متاعنا جديدة. شكرا حسام على استماع، وإلى اللقاء.